عرشي الرحمن من غيبه بشره بمغفرة وأجره الكريم. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما. الذكرى تحاله من هذه الدار وإقباله على الآخرة، وهو يتذكر حاله عندما يكون في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فيأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة ناداه وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه روحه كما تتهوع القطرة في السقاء، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة، ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون، فيقال: مرحبا من نفس الطيبة، حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئتي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يناولها أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يتذكر الإنسان وقت وداعه للدنيا ووقت نزوله بأول منزل من منازل الآخرة وهو القبر، فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صريحتها يوم القيامة. يتذكر حال امتحانه في القبر: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وهل يوفقه الله ويثبته للجواب الصحيح، أو يضله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولئك الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى هم الذين يقولون: رضي الله ودينه الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما الذين يضلهم الله فإنهم لا يحسنون هذا الجواب، فيقول أحدهم: ها إن هذا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان له: لا دريت ولا تريت. ليتذكر حاله عند عرض مقعده من الجنة ومقعده من النار، ليتذكر حاله عند ما يأتيه عمله إن كان محسنا، يأتيه في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له: أبشر بخير، فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتي. وإن كان مسيئا جاءه في أقبح صورة وأنتني رائحة، فيقول له: أبشر بسوء، فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتي. أعوذ بالله من شر السوء بدار المقام. بل ليتذكر الإنسان ما هو أعظم من ذلك، وهو موعد العرض على الله والوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا وقت العرض على الله سبحانه وتعالى لا تخفى فيه خافية، ولا يستطيع الإنسان أن يعتذر. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ليس المجال فيه متاحا للتوبة ولا لتبديل ما به، فقد حسب الأمر، وحقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، حقت عليهم الكلمة ببراق الحياة الدنيا التي هي دار العمل على ما هم عليه. ثم بعد ذلك ليتذكر الإنسان فرح أقوام عند لقاء الله سبحانه وتعالى
يفرحون غاية الفرح عندما يعطون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم فيصيحون في الناس هاؤوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وليتذكر حال آخرين وما هم عليه من المساءة والحزن عند لقاء الله سبحانه وتعالى وهم يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم وهم في غاية المذلة والهوان فيصيح كل واحد منهم فيقول يا ليتني لم أوت كتابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فيقول الله لملائكة الشمال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تذكر الإنسان لهذه المشاهد وهو موقن بها مقتضي منه أن ينظر إلى ما أمامه وأن يحصن مستقبله وأن يختار لنفسه إما جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهنالك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بينما أهل الجنة في نعيمهم انسطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم أو إلى الجهة اليسرى عائدا بالله فيكون الإنسان من أهل النار فيها من المذلة والهوان والعذاب الأليم ما لا يخطر على بال. وأبلغ ما بها من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ليس لهم حظ من رحمة الله الواسعة فإنه لا يخاطبهم إلا بكلمة وهي اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ليحاول الإنسان النجاة مما أمامه وليتهيأ لذلك. علاج هذه الغفلة له وسائل متعددة منها الاعتكاف، والاعتكاف سنة من سنن الأنبياء وهو عبارة عن أن يحبس الإنسان نفسه في مسجد من بيوت الله على التعبد لا شغل له فيما سوى ذلك ينقطع عن الدنيا وينبذها وراء ظهره كأنه في قبره لا يتصل بأحد ولا يتصل به أحد إلا قدر الضرورة وأداء الواجبات فقط يترك الدنيا بحذافيرها وراء ظهره ويقبل على الآخرة فهو مشغول في شغل عظيم كالمقبولين يستحضر حال الذين سبقوه من أهل القبور فلو أن أهل القبور عرض عليهم أن يجلسوا جلستكم هذه لآثروا ذلك على كل شيء يود أحدهم لو يرجع إلى الدنيا دقيقة واحدة حتى يقول لا إله إلا الله قد قيل بينه وبينها قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى
قريبٍ فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. فالمعتكف في ذكرى الموت ومعتكفه في ذكرى القبر، ننظر إليه على أن هذه البقعة، هذا المحبس هو حبره، وهو فيه الآن مشتغل بربه، مقبل عليه، منقطع عن الاتصال بالمخلوقات كلها، في إقبال على الله بالعبادة الخاصة التي هي الصلاة وذكر وقراءة القرآن والتدبر والتفكر. ولا بأس بما مع ذلك من طلب العلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويعلم ويفتي وهو معتكف. فيقوم المعتكف بثلاثة أمور هي أساس عمله وأساس وظيفته: الصلاة تأخذ جل وقته، والقرآن في الصلاة وفي غيرها، والذكر في أوقات الذكر المخصوصة وفي الأوقات التي ليس فيها شيء مخصص. فالذكر قسمان: ذكر المطلق هو الذي ليس له وقت، والذكر المقيد وهو أوقات محددة كأدبار الصلاة وكأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وأوقات الفطور ونحو ذلك السحور، هذه أوقات فيها أذكار محددة. لكن الذكر المطلق فيما بين ذلك. فيرتب الإنسان لنفسه فدية تنقذه من عذاب الله وسخطه، ويفرح بها عند لقاء الله سبحانه وتعالى، وهي فرصة قد لا تتكرر ويجد فيها الإنسان خلوة بربه، فيسبح عبراته ويستقيل عثراته ويقبل على ربه، لعله ينجو يوم القيامة من حر النار ويدخل في ظل الجبار سبحانه وتعالى. فإن لله سبعة أصناف من الخلائق يظنهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يذكر الله خاليا فيذكره الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وثبت كذلك في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير منه، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعلم عما سواه، فلا يتصور إلا أنه في قبره وأنه في هذا الشغل الدائم، وقد أتاه ما يوعد وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبه، فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الاعتكاف راحة، وذلك أنه يريح به الإنسان الكتاب الذين يشهدون عليه بالسيئات، فنحن جميعا خطاؤون، وكل يوم كل ساعة نرسل كتابا إلى الله سبحانه وتعالى يكتبه الملائكة الكرام الحافظون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والاعتكاف راحة لأولئك الملائكة التي كانوا يكتبون السيئات، فالإنسان الآن منقطع عن تلك السيئات، مقبل على الله، يريح ملائكته ويريح صاحب الشمال من كتابة السيئات، ويريح الشهود الذين يوصلون تلك التقارير إلى الله في هذا الوقت. كذلك فيه راحة في جوارحه من المعصية، هذه الجوارح من حقها أن تكف عن المعصية، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن أوججت أوججنا. الاعتكاف فيه راحة للسان والجوارح
كلها، فيكف لسان لسانه إلا من خير، فهو مشغول بذكر وقرآن وصلاة، لا يتكلم في أمور الدنيا. وإذا استزله الشيطان لحظة بادر إلى التوبة والرجوع والسكوت، سمعه مصور عن سماع المحرمات وعن سماع اللغو واللهو واللعب وما لا خير فيه، بصره مصور إلا عن رؤية العابدين المتنافسين الذين يتنافسون في القرب، هذا قائم وهذا ساجد وهذا راكع، هذا تال وهذا باك وهذا متدبر، كلهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى فلا يرى غيره. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل مؤمن يحب الله سبحانه وتعالى حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحب العابدين لله لأنه يرى أنهم عملوا عبادة هو يريدها ويريد أن يفعلها، وهو عاجز عن فعلها، ما يستطيع أن يفعل كل هذه العبادات، لكنه يستحضر قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهو ينظر إليهم ويحاول أن يجعل نفسه معهم لعله يجد شفاعة أو مغفرة بكونه معهم. فإن لله ملائكة سيارين في الأرض، بغيتهم طلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم في السماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم: ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وما لا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول: مما لا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، أعوذ بالله من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجتي. فيقول: هم الرهط أو هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. فيقول بالمغفرة: ذلك الذي جاء لحاجته فقط. فذلك كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. فالفرصة هنا لراحة الأبدان من الاشتغال بالمعاصي، ولراحة الأرواح كذلك من التنافس في الدنيا. فإن للإنسان سبحا طويلا في سائر السنة ينافس فيه في الدنيا ولن ينال منها إلا ما كتب له، لكن في وقت الاعتكاف فارغ نفسك من الدنيا بكلها، لا تفكر في أي شيء منها، لا تفكر في أي حاجة من حوائجها، تذكر حوائج الآخرة وآثرها واعلم أنها الأهم. فهذا الذي ينفعك اعتكافك به عندما تريح بالك من الدنيا بالكلية كأنها قد انقطعت وانتهت، وكأنك قد خرجت منها إلى الآخرة ونزلت قبرك وانفصلت عن الناس بالكلية، لا تتذكر زوجة ولا أولادا ولا عملا ولا مالا ولا حاجة ولا وظيفة، أنت مشغول بالآخرة في هذا الوقت. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا كانت في اعتكافها لا تدخل بيتها إلا لقضاء حاجة، فإذا دخلت وكان في بيتها مريض من أهلها لا تسأل عنه إلا وهي ماشية، لا تسأل عن ذلك المريض إلا وهي ماشية، لأنه من شأن الدنيا وهي تنوي بذلك الخير والآخرة، صلة الرحم، عيادة المريض. لكن مع ذلك العبادة الخاصة هي التي وقتها لاعتكاف وراحة من أتعاب الدنيا كلها. فالدنيا نصب وتعب، وهي بنيت على ذلك، بنيت على كدر، وأنت تريدها صفو من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في ماء جذوة نار. لو عاش فيها الإنسان عمر نوح في عافية ورخاء
لا يفتأ ويسمع ما يكدر عليه رخاءه وسعته بالمصائب وبموت الأحباب والأقارب وبالآفات وتغير الأحوال، فلذلك لا يمكن أن يجد فيها الإنسان راحة مستمرة بخلاف ما نريده في الجنة، فإن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كل ما فيها قرة عين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لذاتها لا تنقطع، فاللذة الأولى التي يجدها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه، ويأتي معها مليارات اللذات ومليارات المليارات لا تنقطع. اللذة الأولى باقية والثانية باقية والثالثة باقية والرابعة باقية لا تنقطع. لذات الدنيا مبلولة إذا نال الإنسان منها شيئا يبله، يبني الإنسان بيتا ويؤثثه ويجتهد فيه، ولكن عندما تأتي إجازة الأسبوع لا بد أن ينطلق يخرج من بيته لأنه يمله، يذهب إما لزيارة أحد أو الخروج البالية أو غير ذلك للملل. الدنيا ليس فيها شيء إلا هو مملوك. أما لذات الجنة فإنها لا تمل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الدنيا إذا عاش فيها الإنسان وعمر ينكس في خلقه، كان طويلا فينحني فيصبح قصيرا، كان جميلا فيقع فيه من أنواع التغير ما يؤدي إلى سماجة وقبح لا يتصوره الإنسان. وهذا شأن الدنيا كلها، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. فأجبتها: من يعمر يدكر ما تذكرين وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان، ويمكن فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكثر. تتغير الأحوال كلها، فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن أهل الجنة حالهم لا يتغير. يناديهم المنادي عند دخولها: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهربوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن ترعموا وتكرموا. ويثاب الموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع فيذبح، فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فاستشعارك لذلك يقتضي منك أن تجد راحة الآن تريح بها روحك وبدنك وملائكتك الكاتبين من الدنيا كلها، وأن تتخلص من كل تفكير بها، لا تفكر بحل أي مشكلة ولا بطرحها ولا بأي أمر، إنما تفكر بالآخرة، تفكر بالعرض على الله، تفكر بالوقوع بين يديك، تفكر والميزان بين يديك له في الفتان واللسان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا بد أن تكون باعتكافك قد أرحت بالك بكل ذلك. كذلك فيه راحة أيضا للآخرين من شرك. لا بد أن نتذكر أننا وإن كان كنا في بعض الأحيان نشكو من أشرار الآخرين ومن أذيتهم، لكن نحن أيضا نؤذي والآخرون يصبرون منا على مثلها، ومن ذا الذي ترضى خزاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبقنا خلات أمه على شعد أي الرجال مهذب. ولهذا لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة قال: مستريح ومستراح منه. قيل: ومن المستريح ومن المستراح منه؟ تبين أن المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها بالموت، وأن المستراح منه من كان فاجرا أو فاسقا في الدنيا يؤذي أهلها فيستريحون منه، تستريح منه السماوات والأرض التي تضج إلى الله من ذنوب أهل الفساد.
تستريح منه أقلام الملائكة الكرام الكاتبين، يستريح منه من كان يصل إليه ضرر وشؤم ذنوبه، فهذه الذنوب شؤمها يصل إلى البهائم ويصل إلى الأحوات في البحار، شؤم ذنوب بني آدم، وهذا ليس جزاء، فالجزاء كله أخروي، ولذلك يتعدى صاحبه، الجزاء لا يتعدى صاحبه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أما شؤم الذنب وبركة الحسنة فيتعدى صاحبه، بركة الحسنات يأتي منها الرخاء والسخاء، ويأتي منها المطر، وتنزل منها الرحمات، وشؤم الذنوب نعوذ بالله يأتي منه الأضرار العامة التي تتعدى مقترب الذنب. ولذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قلب فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلامهم، ولا نقص قمر المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المهونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينصروا، ولا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لولا بهائم ركع وشيوخ ركع وصبيان رضع لصب عليكم العذاب صبا. فهذا شؤم هذه الذنوب، فلذلك يستريح الإنسان ويستراح منه باعتكافه. كذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن فرصته للعيش في ظلال القرآن وتدبره وتفهمه والتطفل على مائدته إنما هي في هذا الاعتكاف، عندما يخلو كتاب الله بين يديه وهو ينظر إليه على أنه رسالة خاصة من ربه الذي خلقه سبحانه. أنت الآن لو جاءك كتاب من والدك الذي تحبه وتوقن أن هذا خطه وأنه منه، أليس محل إجلال وتوقير وتقدير واهتمام بارد؟ فكيف لو جاءك كتاب بدلا من أحد الأئمة كتاب من أمير المؤمنين من حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة إلى فلان، وتوقن أن هذا خط البخاري وأنه وصل إليك وأنه يقصدك، أو من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك إلى فلان ويذكر اسمك، أليس محل إجلال وتوقير؟ بل كيف لو جاءك من الخلفاء الراشدين، جاءك كتاب من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نبيل إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيمية بن مرة إلى فلان، أليس محل إجلال وتوقير؟ فكيف لو جاءك كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، وأنت توقن أنه غير مزور أو صحيح؟ لا شك أنك ستبذل كل ما تستطيع من أجل تنفيذ ما فيه وستضعه محل الإجلال والتوقير. هذا الكتاب الذي بين يديك قد جاءك من رب محمد الذي خلقه وسواه وفضله وشرفه وأرسله، وهو مرسل إليك أنت، تكلم الله به وجعله نورا وروحا، وأرسل به خير أهل السماء جبريل، وأنزله على خير أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليك دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير، فهو رسالة خاصة من ربك إليه، فلا بد أن تقرأه بهذه الروح، لا تقرأه أنه كتاب للأمة أو للناس كافة، بل اقرأه بأنه كتاب إليك أنت خاص بك، وستجد فيه حياتك وسعادتك كلها، وستجد فيه الخطاب الموجه إليك بالضرورة في شؤونك كلها، وهذا هو الذي يحقق لك التدبر الذي أنزل القرآن من أجله، فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار،
هذا القرآن ناطق عليك وحجة، وليس من كلام المخلوقين، كلام المخلوقين ميت، والقرآن حياة وبذاته روح وحياة، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو روح ونور. وبذلك تجد حبل الله بين يديك تتمسك به، من تمسك به عصم. هذا الاعتكاف لا بد فيه أن تستشعر، لا بد أن تستشعر فيه أنك في وقته تستقيل عثراتك الماضية وتتذكر تقصيرك في جنب الله، وتتذكر أن الذين هم في القبور الآن لم تتح لهم الفرصة للرجوع إلى الدنيا واستقالة العذرات، وأنهم قد انقطعوا عن التوبة، وأنك الآن فتح باب التوبة أمامك، باب التوبة مفتوح من طلوع المغرب، ولا يحال بينك وبين التوبة إلا بحالها، عندما تطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة. فإذا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحال الثاني حال الغرغرة، عندما تصل روحك إلى الحكومة، وحينئذ لا تقبل التوبة، لأن الله قال لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وذلك حين أدرك الغرق فتاب في هذا الوقت. فأنت أتيحت لك فرصة لم تتح لأهل القبور. ثم بعد ذلك لا بد أن تستشعر الخشوع، فالاعتكاف عبادة، وأهله لا بد أن يبقوا على خشوع ووقار وسكينة، لا يتحركون بسرعة ولا يتكلمون بسرعة ولا يرفعون أصواتهم ولا يكثرون النظر. فأهل العلم فسروا السكينة والوقار بما تعرفون: أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر، والوقار عندهم في الأشهر. فيحقق الإنسان السكينة والوقار ويمشي على الأرض هنا، يخطب من صوته، يغض من بصره، يتأدب بآداب المؤمنين التي أمر الله بها في القرآن، حتى ينتفع باعتكافه، فهو في عبادة كالذي هو في الصلاة. الذي في الصلاة لا يسعه أن يجري في الصلاة وأن ينظر يمينا وشمالا، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير ممن التفت إليك. فلا بد أن تبقى على خشوعك في فترة اعتكافك، كذلك لا بد أن تستشعر في الاعتكاف أن المتنافسين فيه درجاتهم متفاوتة تفاوتا عظيما، هم درجات عند الله، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فاجتهد في أن لا تكون في آخر القائمة ولا في أقل الناس أجرا وتضعيفا، وذلك بعمل القلب، فهو الذي يختصر لك المسافات. أعمالنا أعمال جوارح ضعيفة جدا، لكن عمل القلب يمكن أن تحصل في قلبك من محبة الله ما يتعدى بك مسافات هائلة، يمكن أن تحصل في قلبك من خشية الله وخوفه ما تقطع به مسافات هائلة، يمكن أن تستحضر في قلبك من إجلال الله وتوقيره ما تقطع به مسافات هائلة. فعمل القلب هو الذي يختصر لك المسافات. تعالج كل ما في قلبك من الأدران والأوساخ، تغسلها بالدموع، تغسلها بالتوبة النصوح. فذلك وقت تطهير كل هذه الأدران والأوساخ. يا سعد ويا نجاح ويا ربح من خرج من معتكفه وقد تطهر من كل ما كان فيه من الأدران والأوساخ والذنوب والأخلاق الذميمة، وخرج كأنما ولدته أمه من جديد، وأتيحت له الفرصة للرجوع إلى الدنيا بعد أن كان مقبورا، يرجع إليها بروح غير الروح التي دخل بها معتكفه، يرجع إليها بروح زاهدة في الدنيا عارفة قيمتها، وأنه قد استغنى عنها طيلة هذه الفترة ولم يكن ينافس أهلها في شيء. والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا نجاح من خرج من معتكفه وقد تزود لآخرته وتهيأ للقاء ربه، وكان حاضر القلب كلما
جاءه شيء من عمل الشيطان، طائب من عمل الشيطان، طيب من عمل الشيطان، انتبه وراجع نفسه واستحضر وقوفه بين يدي الله والعرض عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الطيب ما يرى في المنام وهو سريع الزوال، والطائب نسيم الهواء الذي يمر بسرعة هائلة، فكيد الشيطان ضعيف، ولذلك تأثيره على المؤمنين إنما هو مثل تأثير نفحة الهواء السريعة أو مثل تأثير الطيف الذي يراه المنام ثم ينصرف. فيا سعادة أولئك الذين خرجوا من المعتكف وقد عرفوا قيمة الدنيا، فلم تعد أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وعرفوا قيمة الآخرة فجعلوها نصب أعينهم، جعلوا رضوان الله جل اهتمامهم، علموا أنهم إذا رضي الله عنهم والله لا يضرهم ما فاتهم، وأنه إذا سخط عليهم فوالله لا ينفعهم ما نالوا من هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اعتكافكم نافعا لكم، وأن يجعله تكفيرا لسيئاتكم ورفعا لدرجاتكم، وأن يعيدكم من قابل إلى رمضان آخر، فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الذين اعتكفوا وصاموا وقاموا في هذا العام لن يأتي مثل هذا الوقت من العام القابل إلا وهم من الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يقل عذراتكم، وأن يصحح نياتكم، وأن يرزقكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتضعيف العمل، وأن يطيل أعماركم بطاعته، وأن يستعملكم لنصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يسلك بكم سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم أجمعين في قرة عينه ومرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.